ما زالت مشاهد زلزال أمس في دولة المغرب أو المملكة المغربية هي الأشهر على مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد البيوت اللي واقعة والناس اللي بتجري في الشارع بلا مسكن وبلا مأوى، صراخ الأطفال وبكاء النساء، حتى ضعف الرجال اللي مش عارفين يتدخلوا لإنقاذ ولادهم تحت الأنقاض. عدد الوفيات حتى اللحظة تجاوز 2012 حالة وفاة، بالإضافة لأكثر من 2059 مصاب، على الأقل اللي عندنا 700 حالة خطرة، 300 ألف على الأقل حسب وزارة الداخلية المغربية تضرروا بسبب الزلزال اللي وقع في منطقة الحوز بالقرب من مراكش في قلب المغرب. وأنا بتابع الأخبار كده على مدار امبارح كان كل الكلام إن الإصابات أو الوفيات في المناطق القديمة، لا سيما البيوت اللي عمرها أكتر من 50-60 سنة، أو المنازل اللي كانت قايلة للسقوط أو اللي كانت محتاجة إعادة ترميم أو إعادة بناء، أو المنازل المخالفة دي اللي تعرضت بشكل كبير جدا لضرر واللي خلفت عشرات بل آلاف الوفيات حتى اللحظة. أنا بتابع كده هذا الكلام، جه في دماغي الكلام اللي كنت بكلم حضراتكم فيه الأسبوع اللي فات عن القاهرة، وأكتر من مليون عقار قايل للسقوط في القاهرة. طب سيب القاهرة وتعالى نبص على اسكندرية، 300 ألف عقار قايل للسقوط. ده بقى مش محتاج زلزال بقوة 7.2 على مقياس ريختر زي اللي حصل امبارح في المغرب، ده لو نفخة أو شوية ريح زيادة شوية أو الدنيا أو مطرة زيادة ممكن يقع نصهم حسب كلام السادة المتخصصين. يدوب ما عداش 24 ساعة على زلزال المغرب واحنا داخلين الهواء بنجهز عشان نلتقي بحضراتكم كان هذا الخبر. مسرع فتاة، كلام ده الساعة 2:30، مسرع فتاة في انهيار أجزاء من عقار قديم في اسكندرية. العقار ده موجود فين؟ موجود في منطقة رشدي، تحديدا في شارع المعسكر الروماني بمنطقة رشدي وسط وسط اسكندرية. ده الساعة 2:30، عمارة وقعت أو عقار وقع، ماتت بنت عندها 24 سنة وعندنا بعض الإصابات. قبلها بساعة أو بساعتين النهاردة الصبح أيضا كان عندنا هذا الخبر، أو امبارح بالليل، مسرع سيدة في انهيار أسقف عقار قديم بمنطقة كوم الدكة في اسكندرية. العقار ده موجود في منطقة العطارين أو في شارع ابن نباتة بمنطقة كوم الدكة في حي وسط، ودي صور تم تصويرها مساء أمس من انهيار عقار كوم الدكة. وأيضا عقار ده أدى لوفاة السيدة أمنية أو أمينة عطية عبد الغني القاضي 49 سنة. خلال أقل من 12 ساعة أو أقل من 24 ساعة في اسكندرية لوحدها عندنا حالتين وفاة، وده مشهد العقار القديم اللي كان طالع له قرار إزالة. وبالمناسبة لما تبص على هذا المشهد تروح كده ناحية المنشية، حي الجمرك كله، الحضرة القبلية، بعض الأماكن في سيدي بشر، في العصفرة، في العجمي، بلاش العجمي، العجمي جديدة، في مثلا سموحة مثلا، بعض الأماكن القديمة هتلاقي نفس المشهد، عقارات قايلة للسقوط. ده في اسكندرية لوحدها. أعتقد الزلازل اللي عمالة بتحصل حوالينا دي، الزلزال بتاع سوريا والزلزال بتاع تركيا، امبارح الزلزال بتاع المغرب، يقول الحكومة حسي على دمك وروحي شوفي هذه الأزمة أو المشكلة، الخطر اللي بيهدد أكتر من 300 ألف عقار في اسكندرية لوحدها. لو هنحسب عدد المصابين والقتلى من أول العام الجاري اللي هو 2023 هيبقى كأننا عندنا زلزال احنا كمان. يعني مثلا من يناير لحد منتصف لحد يوليو كان عندنا 22 حادثة انهيار عقار في اسكندرية لوحدها، وكان عدد القتلى 12 قتيل. ده من يناير لحد شهر 6، من شهر 6 لحد دلوقتي عندنا بتاع يجي 15 قتيل. يعني من اول السنه بنتكلم مثلا في اسكندريه لوحدها ما يزيد عن 32 حاله قتل او موت بسبب اهمال الدوله تحت انقاض العقارات القايله للسقوط. بعد يوليو او بعد منتصف العام الجاري كان عندنا في 28 يونيو ارتفاع ضحايا عقار اسكندرية، ده العقار اللي كان موجود في منطقة خليل حمادة لعشر ضحايا. كان عندنا كمان في عندنا حاجات مش موجودة، عندنا مثلا عقار الحضرة، كان في عقار وقع في منطقة الحضرة، ده أيضا يوم 15 أغسطس وأدى لوفاة سيدها.
كان عندنا كمان عقار وقع في منطقة باكوس، وده أيضا يوم 16 يوليو أدى لوفاة 5 ضحايا. العقارات دي كلها من إجمالي 300,000 عقار قايلين للسقوط في محافظة اسكندرية. ده مش كلامي ولا كلام الجرايد أو القنوات المعارضة، ده كلام عضو مجلس النواب محمود قاسم، واللي قدم طلب إحاطة للحكومة يوم 27 يونيو اللي فات، وقال إن إحنا عندنا قنبلة موقوتة 300,000 عقار في اسكندرية مهدد بالانهيار. أنت لما يبقى عندك دولة، دولة قانون أقصد يعني، لما يبقى عندك حكومة أو أجهزة محلية بتخاف على المواطن وشايفة إن فيما يبدو إن المنطقة بتاعتنا بدأت تخش حزام الزلازل، سوريا اللي مش بعيد عننا، المغرب اللي مش بعيد عننا، تركيا أيضا اللي مش بعيد عننا، بدأت الزلازل تنتشر وكلها زلازل بتوصف بأنها خطيرة أو مدمرة. امبارح 7.2 زلزال تركيا كان تقريبا 7.5، وحسب كلام السادة في الأرصاد الجوية وهيئة الزلازل المصرية تقريبا كل يوم بنتعرض لزلزال خفيف في مناطق الصحراء وفي قلب البحر الأحمر والمتوسط. المفروض نتحرك، شوف حل ل 300,000 بيت بيقعوا كل يوم. لما يبقى النهارده فقط في اسكندرية عندنا وفيتين و8 مصابين، قبل شهر 5 وفيات في باكوس، قبل شهرين 10 وفيات في خليل حمادة بسيدي بشر، من أول السنة لحد نص السنة 12 حالة وفاة. طب وبعدين فين السيد المحافظ اللي هو محمد الشريف بنفسه أول ما تولى الموضوع قال إن إحنا عندنا حصر ورصدنا مشكلة العقارات الآيلة للسقوط، وكمان حليناها وعملنا مدينة مشارف الجديدة وبشاير الخير الجديدة من أجل إخلاء 300,000 عقار في اسكندرية لتسكين هؤلاء المواطنين وإعادة بناء هذه العقارات. نتابع كلام اللي هو محمد الشريف قبل ما يتم السطو على بشاير الخير ومدينة مشارف لتحويلهم لأغراض أخرى. وشوف كل الأسر مبسوطة، عندنا آلاف المشاكل من البيوت القديمة اللي على وشك الانهيار وصدر لها قرار إزالة، والأسر مش لاقي مكان تقعد فيه. عارفين احنا المشكله بتاعتنا، وعارفين الناس بتعاني من قد ايه، وعارفين المخطط والرؤيه المستقبليه اللي حطها فخامه الرئيس ودوله رئيس الوزراء لهذا الامر هتؤدي بنا اليه. واشوف كل الاسر مبسوطه، عندنا الاف المشاكل من البيوت القديمه اللي على وشك الانهيار. ودي كانت خطه الراجل ده اول ما جه، او خطه الدوله لحل المشكله. بعد كده قررت الحكومه سرقه مدينه مشارف وسرقة مدينة بشاير الخير عشان تحط فيهم الناس اللي بتهد بيوتها لاجل سواد عيون كباري وطرق ومحاور الحكومة، وبدت الناس اللي تهد بيوتها من المحاور والطرق والكباري عن الناس اللي هيتهد بيوتها في اسكندرية بسبب العقارات الآيلة للسقوط. خليني اديك نموذج بسيط كده عشان تدرك حجم الأزمة. محافظ اسكندرية الأسبق المستشار محمد عطا عباس قال إن مباني منطقة سياحية زي المعمورة كلها مخالفة. ده اسكندرية طبعا نص العقارات المنهارة موجودة أو اللي بتنهار سنويا موجودة في اسكندرية. نروح بقى للخبر اللي بعده. حافظ اسكندرية هو اللي هو المستشار محمد عطا عباس قال إن مباني المعمورة كلها مخالفة عدا 4 عقارات. الكلام ده إمتى؟ الكلام ده من 2013، يعني قبل 10 سنين كاملة. حكومة عارفة، المحافظ الأسبق عارف، والجهات المسؤولة في البلد عارفة إن منطقة سياحية زي المعمورة كلها عقارات مخالفة عدا 4 عقارات. عندنا شوارع كاملة، يعني شوارع أو مناطق كاملة زي منطقة مثلا أبو الحسن. منطقة أبو الحسن دي ما شاء الله يعني كل العقارات أو معظم عقارات شارع أبو الحسن. الخبر اللي بعده، معظم عقارات شارع أبو الحسن مايلة بالشكل ده. مش بس شارع أبو الحسن، ده عندنا منطقة كوم الشقافة، عندنا كمان كوم الدكة، عندنا شارع السبع بنات في المنشية، عندنا منطقة الجمرك كاملة. لو تمشي كده لقدام مثلا هتلاقي مناطق زي حي المنتزه، منطقة كرموز، تلاقي الحضرة القبلية، محطة مصر، منطقة مينا البصل.
منطقة الجمرك وبحري، كل دي أماكن قايلة للسقوط، والحكومة عاملة ودن من طين وودن من عجين. اسكندرية رقم واحد في الفساد، فساد المحليات، بتليها القاهرة. اسكندرية أيضا رقم واحد في انهيارات العقارات، بتليها القاهرة. اسكندرية رقم واحد في المنازل القايلة للسقوط، بتيجي بعدها القاهرة. واسكندرية رقم واحد في عدد الوفيات والضحايا، بتيجي بعدها القاهرة. ده بسبب فساد الحكومة. عندنا نص دستة لواءات بيحكموا اسكندرية برعاية لواءات الجيش في المحليات، انهارت العقارات في اسكندرية على رؤوس المواطنين، على رأس كل حي، حي المنتزه وكرموز وحي مش عارف ايه. سيادة اللواء، سيادة اللواء لا عارف يعني ايه بناء، ولا عارف يعني ايه اشتراطات مصرية، ولا عارف يعني ايه عمر عقار. سيادة اللواء يعرف يقول تمام وافندم ويؤمر ويتأمر. فبرعاية السادة اللواءات في اسكندرية، نص العقارات بتوع زي ما حضراتكم تابعين النهاردة، اتنين وقعوا. رئيس اللجنة، لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، بيكشف علم الحكومة بعدد العقارات القايلة للسقوط في محافظة اسكندرية. نتابع هذا الفيديو. طبعا يعني ده من الموروثات الثقيلة، وملف ثقيل الحقيقة في عموم الجمهورية، وعلى وجه الخصوص طبعا اسكندرية زي ما سيادتك تفضلت وقلت، يعني يتلاحظ فيها مسألة ان المعدل زيادة، وده طبعا له اسباب علمية. اولا اسكندرية منسوب المياه الجوفية، قريبة من البحر ومنسوب المياه الجوفية، الحقيقة مرتفع. ايضا مساله البناء المخالف بارتفاعات شاهقه، مش مجرد بناء مخالف وبس، لا ده زي ما سيادتك شفتي كده 17 دور و20 دور و21 دور. العمارات دي والعقارات دي اتبنت في غياب كامل من اجهزه الدوله، بل بمشاركه بعض اجهزه الوحدات المحليه معاهم بشكل فيه قدر كبير جدا من الفساد. ده كان كلام رئيس اللجنه، لجنه الاداره المحليه في مجلس النواب، وقال ان المشكله مشكله بعض الموظفين في المحليات، يعني مش مشكله الساده اللواءات رؤساء الاحياء في اسكندريه، ولا سياده اللواء المحافظ في اسكندريه، ولا سياده اللواء الوزير وزير التنميه المحليه، ولا الساده اللي نشروا الفساد في البلد، ولا حتى الساده اللواءات اللي عطلوا الانتخابات المحليه وسايبيننا لغايه النهارده من غير انتخابات ومجالس محلية. ده كان كلام أو اجتهاد الأستاذ أحمد السجيني، رئيس الإدارة المحلية أو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب. ويشكر يعني أنه هو وصل لحد هنا، يعني مش هيقدر أنا عارف يكمل، لكن هو قال بعض الموظفين في المحليات. إسكان الشيوخ أو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ طلبت بإخلاء العقارات القايله للسقوط في اسكندريه وتشكيل لجنه. الكلام ده كان في 2022، ده بناء على طلب مقدم من النائب السيد جمعه عضو لجنه الاداره المحليه، وبالفعل تم الموافقه على هذا الطلب. اتحط الطلب في الدرج من مايو 2022 لحد النهارده، لا تشكل لجنه ولا تم اخلاء العقارات القايله للسقوط، ولا الحكومه عندها خطه او عندها رؤيه. الحكومة اللي بتبني في الصحراء مدن جديدة، لو اهتمت بال 300 ألف عقار اللي موجودين في اسكندرية واعتبرتهم مدينة زي مدينة العالمين أو مدينة العاصمة الإدارية الجديدة أو مدينة أسيوط الجديدة أو دمياط الجديدة أو المنيا الجديدة أو مش عارف المنصورة الجديدة، واعتبرت إن في مدينة جوه اسكندرية اسمها المدينة الجديدة بتتكون من 300 ألف عقار قايل للسقوط. لكن طبعا العقارات دي مش هيطلعوا وراها بسبوبة، لان كل عقار فيه اصحابه او فيه سكانه، فمش مهم خليه لحد ما يتهد فوق دماغ الناس. بنعزي بطبيعة الحال اسرة السيدة المتوفاة في كوم الدكة صباح اليوم، واسرة الفتاة المتوفاة قبل شوية في منطقة رشدي بسبب العقارات القايلة للسقوط وفساد الحكومة.